بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمور تطورت بشكل عاجل في الساعات الأخيرة في منطقة بحر إيجا وشرق المتوسط، حيث قامت القوات العسكرية اليونانية بالتحرك والانتشار في الجزر اليونانية المحتلة، حيث اعتبرت أو تعتبر تركيا أن نشر قوات في هذه الجزر اليونانية المتنازع عليها هو بمثابة إعلان حرب على تركيا. إذن ما يتم الآن هو إعلان حرب صريح على تركيا، فماذا سيكون الرد التركي على هذا التطور الخطير في منطقة شرق المتوسط؟ نتابع الخبر ثم يكون التحليل مع حضراتكم، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة. متابعينا الكرام، الخبر يقول: تحرك عسكري يوناني عاجل ضد تركيا في شرق المتوسط. وهذه صورة لبعض القوات اليونانية المحمولة بحرا إلى الجزر اليونانية. أكدت الحكومة اليونانية السبت، يعني اليوم، خبر عاجل وسريع ومفاجئ أنها نشرت قواتها في جزر بحر إيجا ردا على نشر تركيا قوات في الساحل. يعني لك أن تتخيل أن تركيا دولة تريد الدولة اليونانية ألا تسمح للدولة التركية بالتحركات على الساحل التركي الطبيعي، يعني بمعنى بين الساحل التركي وما بين اليابسة اليونانية من بعض المناطق ما يصل إلى حوالي ما يزيد عن 900 كيلومتر ويزيد عن ذلك، ومع ذلك اليونان تريد أن تحجر على تركيا التحرك داخل سواحلها وداخل أرضها الرئيسية، وتريد أن تسوي الجزر التي تبعد عن اليابسة التركية باتنين كيلومتر أن تسويها باليابسة التركية. أي استفزاز وأي جريمة أكبر من ذلك تفعلها اليونان بصالح الدولة أو في مواجهة الدولة التركية؟ لا شك أن ما حدث من اليونان ما كان له أن يحدث دون مكر وتخطيط من القوى الاستعمارية والحلف الصليبي المتشكل في منطقة شرق المتوسط وبحر إيجا. أي بمعنى أن اليونان التي تقوم بشراء طائرات وشراء أسلحة ومدرعات ودبابات، ويقوم الجانب الفرنسي مكر تحديدا رأس الشر في المنطقة ورأس الماسونية أن يقوم بعملية التزويد بالقوات والتزويد بالسلاح، بينما تقوم الإمارات رأس الشر في المنطقة العربية بالدفع والمحاسبة على هذه الأسلحة التي يريد أن يكدسونها ضد تركيا. لا شك أن الجزر الموجودة في بحر إيجا وشرق المتوسط هي جزر متنازع عليها، كما تعلمون أن هذه الجزر كانت تخضع للسلطة العثمانية طوال مئات السنين التي مضت، حتى تم احتلالها في فترة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وتم تسليم هذه الجزر من القوات المحتلة للدولة اليونانية. اليونان كما تعلمون خاضت 4 حروب كبرى مع الدولة العثمانية والدولة التركية، كان آخرها حرب الاستقلال والتي انتهت باستقلال تركيا وطرد المستعمر اليوناني. اليونان قامت باحتلال الجزر الكبرى اللي هي قبرص وكريت ورودس، كل هذه الجزر وما جاورها من كل الجزر، 4000 جزيرة تقريبا كلها محتلة من طرف الجانب اليوناني، واليونان تريد أن تحاصر تركيا فيما تقول عنه أنه خريطة إشبيلية. هذه الخريطة التي يريد أن يجعل الساحل أو اليابسة التركية وكأنها مخنوقة بحصار ومفروض عليها حصار من كل الجهات من هذه الجزر، ويريد أن يجعل لهذه الجزر مياه اقتصادية وكأن يابسة أم للدولة اليونانية، بينما ترفض تركيا هذا الأمر بكل شدة وتقوم محاولة فرض وجودها واستقلالها ورد اعتبار تركيا واسترداد سيادتها في مياه شرق المتوسط وبحر إيجا، خاصة بعد اكتشاف نفط وغاز طبيعي هائل في المنطقة. هذا الأمر كله أجج الصراع في المنطقة. تركيا تعود بقوة، ولكن واضح أن الحلف الصليبي يريد أن يكسب الوقت. تركيا تعطي مهل في مرات عديدة بسحب سفينة التنقيب، بينما هم تفيدوا بهذا الأمر ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، هكذا يفعلون مع تركيا. فتركيا أظن أن تركيا أيضا غير خاف عنها هذه التصرفات العدوانية التي تريد أن تكسب الوقت لحشد القوات والاستعداد للحرب ضد تركيا. أظن أن الحرب
هي الخيار الأقرب للتوقع، أي أن الجزر التركية المحتلة لا يمكن لها أن تعود، ولا يمكن للمياه الاقتصادية التي تريدها تركيا والثروات الموجودة أن تأخذها تركيا من خلال الكلام فقط، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فجزر بحر إيجا وشرق المتوسط تم احتلالها بالقوة، وأظن أنه لا خيار أمام تركيا إلا أن تخوض حربا كما خاضت حربا في عام 1974 من أجل استعادة جزء كبير من جزيرة قبرص المحتلة. خبر يقول في خطوة حاسمة، هكذا يقولون، لمواجهة الاعتداءات التركية في مياه المتوسط، أعلنت الحكومة اليونانية عن تحرك عسكري جديد وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. وقالت الحكومة اليونانية أنها نشرت قوات عسكرية لها في جزر بحر إيجا ردا على نشر تركيا قوات لها في الساحل، بحيث تبقى القوتان في موازاة بعضهما البعض. هذا أعلى درجات الاستفزاز وأعلى درجات التحدي لتركيا. وذكرت الحكومة اليونانية أنها لن توافق على سحب قواتها من الجزر الموجودة في بحر إيجا، مشيرة بذلك إلى ضرورة انسحاب تركيا أولا. تركيا تنسحب من اليابسة التركية ومن الساحل التركي من أرضها في مقابل أن تبقى هذه القوات اليونانية في جزر باتفاقية لوزان وغيرها، غير مصرح لهذه القوات بأن مصرح لليونان أو غيرها بنشر أي أسلحة في الجزر المتنازع عليها في البحر. يعني كيف يسوون ذلك؟ إنها قمة الاستفزاز، وتدفع الإجراءات التصعيدية التركية والرد اليوناني عليها حالة من التوتر بين الدولتين، وهو ما يضر بجهود التوصل لحل برعاية أوروبية، وتؤرق سياسة النظام التركي في شرق البحر المتوسط اليونان، وتزيد من التوتر في تلك المنطقة. ولكن يبدو أن نهج الرئيس، طبعا ده بناء على هذا الموقع، وهذا الموقع واضح أنه مناصر لليونان وأنه موقع بأموال إماراتية، أن نهج الرئيس أردوغان منح أثينا كثيرا من المكاسب سواء على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة يونانية، ده اسمه قدامكم، فإن الرئيس التركي قد قدم كثيرا من الهدايا لليونان بسياساته، منها الدروس والخبرة التي اكتسبتها البحرية اليونانية بعد أكبر تعبئة في التاريخ الحديث، واستخلاص النتائج حول كيفية التعامل مع التهديد التركي. ويشير التقرير إلى مكسب كبير في التفوق الواضح للبحرية اليونانية في مجال الحرب المضادة للغواصات، وهو ما أحبط من عزيمة الجيش التركي، وهذا ما جعل التفوق اليوناني مصدر قلق لنظام أردوغان، هكذا يقولون. ولكن من الواضح أن تركيا تحضر مفاجآت. تركيا لم تكن أيضا تلعب. تركيا في خلال السنوات التي مضت كانت تجهز ترسانة عسكرية وقوة عسكرية من أجل الردع أو سلام أولا، ثم الحرب إن اضطرت تركيا لذلك. فأظن أن تركيا لن تترك هذه الأمور تمر مرور الكرام، وأن تركيا بإذن الله ستنتصر في هذه المعركة المصيرية، والتي ستكون تركيا أو لا تكون في منطقة شرق المتوسط وإيجا وأفريقيا والمنطقة الشرق الأوسط كله. في الختام متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.